بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحن هنا في وادي جوف ال معمر احد الاوديه الشهيره بزراعه الرمان في محر. يوجد في جوف ال معمر اكثر من 11800 شجره رمان بانتاج ما يقارب 840 طن في حقيقه رمان جوف ال معمر من اشهر الرمان في المملكه العربيه السعوديه حيث انها تتميز بكبر حجم الثمره وغزاره الانتاج وجوده المذاق. رمان جوفا المعمر تميز لوجوده في منطقه مناسبه بيئيا لانتاج الرمان حيث ان درجات الحراره في جوف المعمر معتدله صيفا بارده نوعا ما شتاء التربه كذلك مناسبه لانتاج الرمان في